وعبر تقنية الزوم ينضم إلينا دكتور وائل كريم، وهو خبير اقتصادي ومدقق حسابات. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. دكتور وائل، بداية قبل الخوض في أهمية أو فوائد هذه المنظومة الاقتصادية الجديدة، ما هي نسبة المواطنين في مجتمعنا العربي التي قد تستفيد من مثل هذه المنظومة؟ يعني الاستفادة الأساسية لهذا الموضوع هي ليست على مستوى المواطنين، وإنما على المصالح، يعني المصالح التي يعني تتعامل كثيرا. نرى في الآونة الأخيرة أن الاستعمال طاقات الاعتماد أصبح يعني دارج بشكل أكبر بكثير، وبالتالي طبعا قانون منع التداول بالنقد هذا أدى بالتالي إلى تحول الكثير من الاستهلاك إلى استعمال بطاقات الاعتماد، وبالتالي يعني من الضروري أن تدخل تكنولوجيا يعني نقية بين قوسين أو آمنة بشكل أو بآخر، تستطيع من خلالها صاحب المحل والمستهلك أن يضمن أن الاستعمال سوف يكون استعمال آمن. ولكن يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ هو من خلال طبعا هذه الشريحة التي هي موجودة على بطاقة الاعتماد، التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يدفع ثمن حاجياته حتى بدون أن يمرر بطاقة الاعتماد في الماكينة، وإنما فقط من خلال الواي فاي أو من خلال قراءتها عن بعد. وهذه تقنية موجودة في العالم منذ سنوات، يعني هي ليست جديدة. في إسرائيل حتى قبل سنتين كان كل من يحمل بطاقة اعتماد يستطيع أن يدفع فيها ما يريد بدون أن يكون هناك تحقق من ملكية صاحب بطاقة الاعتماد. ورأينا في الآونة الأخيرة أنه يعني بعض المحال بدأت تطلب أن صاحب بطاقة الاعتماد يضع ما يسمى بالأحرف السرية، الرقم السري الذي من خلاله يعني يستطيعون التحقق من ملكية صاحب البطاقة، وهذا يقلل كثيرا من عمليات يعني النصب والاحتيال الموجودة والتي كانت موجودة. والآن نرى أن هذه المرحلة إلى حد معين باتت بعيدة، وهناك الكثير من كل عمليات النصب التي تقريبا اختفت، وأن من لا يملك الرقم السري لا يستطيع استعمال بطاقة الاعتماد. وهذا ما يريده بنك إسرائيل، يعني خطة إصلاح من خلالها يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي أن يلحق بركب الاقتصادات العالمية بكل ما يتعلق بالتقنية التكنولوجية بموضوع الشراء الذكي. نعم، في التقرير كان هناك تحذير من كل قضية الخصوصية واقتحامها، ومعرفة جميع الشركات ربما ما هي القدرة الاقتصادية لكل مواطن استخدم هذه التقنية. هل من تحذيرات أخرى كنت يعني قد تفيد بها المواطنين الذين يشاهدون هذه الحلقة اليوم، وربما سوف يعني تفرض عليهم أيضا استخدامها في الفترة القادمة؟ موضوع الخصوصية من زمان يعني احنا تنازلنا عنه، يعني منذ البداية يعني تحول الشراء عن طريق بطاقات الاعتماد اضطر المواطن بشكل او باخر ان يعني يستعمل تقنيات مختلفة اخرى، وعلى رأسها طبعا بطاقة الاعتماد. فبطاقة الاعتماد بالضرورة هي بالاساس هي بطاقة تسمح لاصحاب المحال التجارية وللشركات، وخاصة الشركات البطاقات، يعني ان شركه فيزا وماستر كارد وهذه الشركات التي تستطيع ان تعلم علم كامل تقريبا بانماط الاستهلاك الموجوده للمستعمل او للمستهلك، وهناك قوانين تمنعها من طبعا تداول هذه المعلومات او بيع هذه المعلومات. ولكن نحن نعلم بان هناك الكثير من المعلومات الموجوده في اسرائيل، حتى بطاقه الهويه اصبحت طبعا مستباحه للجميع، والجميع يعلم ما هو رقم تليفوني، والجميع يستطيع أن يعلم ما هو رقم وهو التدريج الاقتصادي. وأيضا طبعا وهذه الأمور هي يعني الأمور التي سوف ندفع ثمنها يعني بشكل أو بآخر، ولكن لا يوجد هناك ما يمكن أن نفعل في هذا الموضوع. يجب أن نفهم بأن هذه المرحلة هي المرحلة يعني الانفتاح الكامل، وأن الخصوصية تقريبا في موضوع الاستهلاك غير قائمة في إسرائيل. نعم دكتور وائل كريم، وأنت خبير اقتصادي، شكرا جزيلا لك.